لسه مكملين معاكم اخبار القلعه الحمراء. وفي الفتره الحاليه النادي الاهلي عايز ان هو ينهي التعاقد مع عمر فايد مدافع المقاولين العرب، عشان كده تلقى مسؤولين المقاولين العرب باتصالات وديه من جانب مسؤولين النادي الاهلي عشان يتم التعاقد مع عمر فايد مدافع ذئاب الجبل الشاب خلال طبعا فتره الانتقالات الشتويه اللي احنا فيها حاليا. مسؤولين المقاولين العرب بلغوا النادي الاهلي ان هم مش بيفكروا اصلا ان هم يبيعوا دلوقتي عمر فايد في الوقت الحالي، وبيفكروا بس ان هم ازاي يخوض اللاعب تجربه احتراف خارجي وكمان يمشي على نفس النهج بتاع الثنائي سواء محمد صلاح او محمد النني. اللاعب كمان تلقى عرض اوروبي تاني من احد الانديه المهتمه اكيد بضم عمر فايد عشان يتم عمليه معايشه هناك لفتره قبل التفاوض كمان على ضمه، وممكن تكون ليه الاولويه عن عرض النادي الاهلي عشان هم اكيد عايزين او نادي المقاولين عنده رغبه ان يخوض اللاعب تجربه الاحتراف في سن مبكر زي ما حصل مع محمد صلاح والنني، ولكن النادي الاهلي عنده رغبه في ضم عمر فايد عشان يدعم بيه خط الدفاع، لا سيما طبعا ده بسبب الاصابات الكتير اللي ضربت خط نادي الاهلي الخط الدفاعي زي مثلا ياسر ابراهيم وايمن اشرف ومن بيهم كمان محمد عبد المنعم واللي تعافى خلاص من اصابته.